بعد اعتراض ضيف الحلقة الحد اللي فات، وكان شايف ان احنا كنا متحاملين شوية، وان السؤال كان من وجهة نظره يعني سؤال مستفز او سؤال اتقال بطريقة مش عجبته، لان في رجالة كتير فعلا تستحق التضحية، وده اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة. اكيد في رجالة تستحق التضحية وفي ستات برضو تستحق التضحية. قبل ما نشوف صفات ده وصفات دي، خلينا نعرف كل مشاهدينا النهاردة يعني إيه الأول مفهوم التضحية. هل علشان أكون مضحي أو مضحية أكون متبهدلة وتعبانة وخسرانة أو خسران في مالي في صحتي في كل حاجة، ولا التضحية ممكن تكون تضحية حقيقية من غير خسائر؟ أنا برأيي العلاقة الزوجية والحب مبني على التضحية أصلا، لكن السؤال السابق اللي اتهمناه أو قلنا أو ولازلت مصر على كلامي أنه قيل بأسلوب أو بغلاف يدل على نوع من الاستفزاز أو العدوانية، وكأنه المرأة هي الضحية، وكلمة ضحية يعني شيء كبير كأنها ضحت بحياتها. لكن كتضحية بشكل عام، معنى كلمة تضحية برأيي هو أن أقوم بمنح شيء من حقي للآخر. أنا كإنسان عندما أعيش في هذه الحياة فأنا كل علاقاتي هي عبارة عن تضحية، وممكن نناقش هذا بالتفاصيل. ومن ضمنها العلاقة الزوجية هي تضحية، لكن ليست تضحية بالحياة. التضحية أنا برأيي تكون إما بالمال أو بالوقت أو بالجهد أو ربما بالمشاعر أو الكلمات. أي تضحية كيف أن أقدم جزء مما أملك لشريك الآخر لتستمر الحياة. وتكون العلاقة الزوجية هي علاقة متوازنة 100% قائمة على قانون أنا أربح وأنت تربح، عندما يكون من الطرف الآخر عطاء تضحية بهذه الأشكال هو متوازن بالضبط أو قريب من التوازن. لكن عندما تكون الكفة مائلة، أنا أقدم كل شيء وأضحي كما تقولون، والطرف الآخر لا يضحي بغض النظر هو رجل أو امرأة، فمعناها صار عدم توازن وصار ظلم وصار استغلال وصار، فالعلاقة هذه بنيت على ربح وخسارة ولن تستمر نهائيا. طب مفهوم التضحية دكتور محمود، هل لازم يكون مرتبط بمتاعب ومشاق؟ يعني حضرتك قلت لازم يكون قائم على التوازن، وإن ما ينفعش حد يفضل يضحي والطرف الآخر ما بيضحيش. هل عشان يقال على الست إنها ست مضحية لازم تكون مرتبط معاها بمتاعب، سواء متاعب نفسية أو متاعب جسدية، وكذلك للراجل لازم يكون مرتبط بمتاعب، ولا التضحية ممكن تكون بعيدة عن المتاعب؟ بالضبط، كلمة تضحية هي تؤخذ أحيانا كما قلت لك مقارنة بكلمة ضحية. فلان ضحية أي هناك طرف مستغل، وطرف مستغل دفع ثمن كبير جدا ولم يعطى مقابله. لكن التضحية اللي أتكلم فيها بما يخص العائلة الزوجية، أن أقدم أنا كما قلت جزء من مالي، جزء وليس كل، جزء من مالي وجزء من وقتي وجزء من جهدي وجزء من مشاعر للطرف الآخر وهو يبادلني هذا الموضوع. طريقة تقديمي تختلف عن طريقة تقديم زوجتي. زوجتي يعني عملها بالبيت، عنايتها بالأبناء، تربيتهم، هذا المجهود ليس بالضرورة أن يكون مجهود مر يعني أكثر من طاقتها. لو كان أكثر من الطاقة ستخسر، ستمرض وستتعب وستخسر حياتها. وأيضا أنا بالمقابل أكون عملي خارج البيت أو حتى في داخله يتناسب مع طاقتي، وبالتالي هو جزء من طاقتي، راح تحتفظ بطاقتنا وبصحتنا ونبقى متوازنين. إذا أنا ضغطت عليها زيادة عن اللازم معناها أن هذا صار ظلم وصار استغلال وليس عملية تضحية بما نسميها التضحية لتسير المركب باتجاه السعادة أو باتجاه النجاح. ده المفهوم اللي معظم الستات على فكرة مش فاهماه، بتفضل تضحي لحد ما تبقى يعني خلاص ضحت بكل ما تملك، وتيجي في الآخر تلاقي مفيش مردود لده، لأنها ما كانتش فاهمة معنى التضحية الصحيحة. المشكلة أستاذة ندى، المشكلة هي ليست فقط بالتقديم، أن أقدم، أنا أفضل كلمة أقدم أكثر من تضحية، ولكن الطرف الآخر هل قدر ما أقدمه أو ما أضحي؟ يعني لما الست شغالة 24 ساعة شغالة بكل شيء، وهو يجي من التعب من الخارج فهو لا يشكرها ولا يقدر ما أنت إيش تشتغلي، يعني أنا اللي تعبان برا وأنت ما اشتغلتش. هذه النقطة هي التقدير، ربما كلمة تمسح كل شيء. بالمقابل نفس الشيء أيضا، النساء تعتبر أن الرجل لما طالع على الشغل هو طالع سياحة، أنت طالع إيش مع زملائك وتشربوا شاي وقهوة وتشتغلوا، فعدم التقدير هذا الجهد هو اللي يسبب هذا الخلل ويؤدي لمشكلات.